ماذا يفهم من استماتة الكتل والأحزاب السياسية الكبيرة على العودة إلى الوراء واعتماد قانون سانت ليغو من خلال إرسال هذا مشروع القانون إلى مجلس النواب تحت تسمية قانون الانتخابات المعدل؟ وألا يعني ذلك أيضا أن الأحزاب الصغيرة ستكون في مهب الريح؟ بالبداية تحية طيبة لجنابك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. يعني لاحظنا في الأيام الأخيرة إصرار من قبل تحالف إدارة الدولة وبالخصوص الإطار التنسيقي على الذهاب إلى تعديل قانون الانتخابات. شوف، تعديل قانون الانتخابات هو قرار ملزم من المحكمة الاتحادية بعد أن أوضحت المشاكل في القانون الحالي. أتحدث هنا عن المشاكل الفنية والتطبيقية لقانون الانتخابات الحالي، فيجب لمجلس النواب أن يذهبوا إلى تعديل قانون الانتخابات، ونحن مع هذا التعديل على أن يكون هذا التعديل في الجوانب الفنية. أتحدث هنا عن العد والفرز بالإضافة إلى مرحلة تأخير إرسال البيانات وعصا الذاكرة إلى آخره. أما ذهاب الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة من أجل تشريع قانون يخدم مصالح هذه الأحزاب هو ضرب لكافة القواعد الشعبية الجماهيرية والحركات السياسية الوليدة، ومحاولة منهم لاختزال السلطة بينهم وإقصاء هذه الحركات السياسية. مثل هذه التصرفات قد تؤدي أو قد يدفع الإطار التنسيقي ثمنها، إذ ما كان هناك إصرار وأمضوا في تمرير مثل هذا القانون. أعتقد أن الشارع سوف يكون ناقم، بالإضافة إلى تشرين وثورة تشرين والمطالب التي كانت أو التي جاءت في تشرين هي كان أهمها تعديل قانون الانتخابات. فاليوم الإطار التنسيقي تحالف إدارة الدولة يريدون أن يعبروا على كافة هذه المطالب ويشرعون قانون يخدم مصالحهم من حيث المنافسة الانتخابية، استخدام الأموال داخل الدائرة، وتقسيم النفوذ لمصالحهم.